كان في مره ولد صغير تاه من اهله، فقعدوا يدوروا عليه ما لقوهوش، فواحد نزل صورته على السوشيال ميديا وكتب تحتها انه تايه وان اي حد يلاقيه يوديه في عنوان اهله، والصوره دي انتشرت في كل مكان وبقوا بيبعتوها لبعض على الواتساب. فواحد وهو ماشي في الشارع لقى الولد الصغير ده معد، ففعلا خده ووداه لبيت ابوه. بس الموضوع ما خلصش على كده، الصوره بعد ما انتشرت الولد بقى كل ما يخرج من بيتهم حد ياخده ويرجعه تاني، وحتى لما بيروح المدرسه بيجيبوه من على باب المدرسه وبيرجعوه لاهله، والولد ما بقاش عارف يخرج من بيتهم بعد الحكايه دي.